طيب عطر أخير به يمطر مطر وما فيه إلا مثل طار قلبه لرب العالمين قلبه لرب العالمين أرفع سيلات الكفر ما بعمله ما خفر خلك مع صاحب وفر يكفيك عذرة السنين يكفيك عذرة السنين الخير زد لا تكتفي يكفيك عذرة السنين يكفيك عذرة السنين للخير نسعى ما نمل الحياة إلى الخير العمل نفتح لك أبواب الأمل والله لعباده معين والله لعباده معين أرفع زد لا تكتفي ما بعد منه ما خفي قلك مع صاحب وفن يكفيك عذرة السنين يكفيك عذرة بسم الله الربشة ما هي بزينة. مساكم الله بالخير جميعا. يلا حيهم حي الله الشباب والهلال والنصر والاتحاد. هي أبشرك مروق لأني تأخرت عن فقرة نص ساعة. النفسية حلوة مرة جدا. هاي دقة. يا مرحبا إبراهيم. عطنا قصيدتك اللي قلتها لي قبل شوي. والله أنا رجاء ذا ما استغليتوه وحلبتوه حلب بالشعر والأدب كملتها بالشعر. حل ما يصلح. فما يعني أنتم صراحة محرومين لأن الرجل الله يبارك فيك قامة وهامة في الشعر والأدب. شهادة والله أنا والله أني صادق والله. يا أخي يحفظ يكتب تقول له عطنا قصيدة في خمس دقائق يجيب. ما شاء الله تبارك الله. الله يجزاك خير. الله يبارك. جلتها والله قبل شيء أنا أتابع تركي يفتح المايك لا يفتح وجهك وين الصوت. سم اي ما ادري والله صقر وعصا وما ادري شو قصه الشباب. طيب لو ما جو الشباب يكون افضل. اقول ايش رايك معصب سمي تركي ايش تقول؟ اقول كان عندي يمسه شعريه. سبح الله ارحب الله حيك. كان عندي يمسه شعريه اليوم اجلتها عشان ابراهيم. نزل عصاك اترى عصاك على رايجي عصا الله سلامه الله ارحب اجلتها بكره عشان الله حيك هو يستاهل. ارحب يا رجال الله حيك. انا اديك صقر والصقر موجود. الله يسلمك ويطول عمرك. صقر حاضر حاضر دايم عمرك طويل ابد. متى ما بغيت متى ما بغيت انا ابشر بسعدك. بيض الله وجهك. حاضرين. تقول الطول اللي تبي طال عمرك. والله نعجب. قلتها على اول ما قلتها قلتها امس واليوم قبل امس واليوم. لا اجل فكنا من دام سمعوا الناس. يقول الرزق عند الذي يسمع دعاء الداعي وانا عليه اتكل وارسل مراسيلي. لو ياخذ بعرف ولا طول تذراعي يمديك الراجح يتدها المداهيلي. لو ياخذ بعرف ولا طول تذراعي يمديك الراجح يتدها المداهيلي. لكن كتبه وفيها لا دمي ساعي وما له ولا قوه فيها ولا حيلي. لا عاد تنشدني عن اخباري عن اوضاعي. دمع المعزين ما رد المقاتيلي. تراعي النشده اللي ما لها داعي اخير من نشدتك في الغيب تدعي لي. سلام سلام سلام. صح يا سامي. بيض الله وجهك. هلا وسهلا. الله يستريح استريح. مرحبا اخي. تحرج لازم اقوم. رحنا ولا رحت؟ انا مش عارف. تعال احنا نوصل حاجه تيجي بدل. حلو حلو كلنا بنروح حبيبي ان شاء الله. لا 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 ابدا. شيخ قريه وكذا. انا شيخ قريه ما شاء الله. تستاهل والله. شيخ قريه واخذت الاول في السفاره ما شاء الله تبارك الله. دافور القريه ما شاء الله عليك. عبد الله الزهراني يا اخي ابغى اسمع صوتك لو مره في فقرتي. عطنا سالفه قصه. والله اني دائما اقولها دائما اقولها. ايش فيكم انتم الحروف عندك اليوم مضروبه؟ رحلة ودائم. ايش قصتك اليوم؟ اي عبد الله وش تبي بس انت؟ واحد برجر واحد شاورما. عطنا قصيده. عطنا اللي تشوفه. كاتشب ولا بدو؟ والله شوف قصيده انا ماني بشاعر اصلا. انت بشاعر تحفظ؟ لا القصيده اللي اعطيتناها تحت. طيب تميل للشعر النبطي ولا الفصيح؟ يعني كذائقه. النبطي. ايش معنى النبطي؟ نبطي نفس ما يقول الرجال هذا غير الفصيح. الفصيح اللي كان يقولها ابو لبن. يعني انا ما احب الشيء. فالمتنبي وين راح؟ انا اتكلم على اللي اعرف. دقيقه يلا زين اتكلم اللي على اسمع منهم انا بس. يا عدو القريه انا اطلع بي. حلو حلو ابو لبن حسيت انه صديق المتنبي. يلا سلمت. طيب عطنا بيتين من الشعر النبطي. يعني ماني حافظ. ما احفظ صدق والله. ما احفظ الفصيح. ما احفظ انشاءات صوتك. صوتي خلنا نسمع صوتك. ترى احيانا الصوت في بقول لك شغله. انا في مره طول العمر مع واحد من المقدمين الله يستر علينا وعليه
غنيت قال لي انت تسولف ما تغني صوتي ما يسولف. طيب ابغاك تسولف عطنا ابغاك تسولف عطنا بيتين بصوتك الجميل. عندك بيتين بصوتك انا ما رايح من عندك. اسمع عبد الله زراني صوتي ما يساعد لبه. انا ما رايح من عندك الا اسمع شيء. بس ايش تبي بالضبط؟ اللي تشوف تبي قصه موقف موقف حصل لك. موقف حصل لي ايه وقفت فيه عطنا اي شيء. بعطيك انا بعطيك يعني اطرف شيء اللي هو كيف دخلت القريه انا هنا الى يومنا ذا. حلو. يا طول العمر انا كنت تابع رصيدك والله نسيت النسخه بالضبط بس اللي كان فيها فارس البشيري. ايه بسم الله رحمة الله عليه رجال. وانا والله كان حلمي ندخل ذي القناه وكنت يعني هذا كان حلم يعني صعب فهمت. فسبحان الله دارت ايام دارت وقدمت في قناه ثانيه وما الله وفق وما الله كتب وقدمت في الاستديو اذا اللي قبل النسخه ذي اللي اخذ المركز الاول اليوم في مهرجان الابداع الكويت. اي يستاهل. مع انه عندكم خبر لا والله جبت العيد اسلم طول العمر. وش اخذوا ما اخذ شيء تفضل. فاول شيء اللهم لك الحمد على قبول البرنامج ومقابل وجهك الله يطول عمرك. يا سلام. من اللي كان يعني محفز لك المشاركه في البرنامج؟ الوالد الوالده الاهل ولا انت بنفسك؟ الوالد. اي انت كنت في شيء صار كرسي اعتراف. انت كنت ما شاء الله في برنامج اسود برنامج من برامج صفحات التواصل الاجتماعي. يعني مقطعك الشهير لما كنت لابس كمامه ثم فكيت الكمامه. المقطع هذا اعتقد ضرب وكل العالم شافوه. سؤالي سريع كذا. هل ندمت انك فكيت الكمامه؟ ابدا لانه يعني شو الفائده؟ انا ممكن تلبس الكمام. كان السبب ما كان كنت ما كنت ابي ابوي يدري عن الشيء ذا الصدق يعني اني بث فهمت؟ يوم عرف كان عندي تقريبا 33,000 قلت خلنا نفك الكمام مش الفائده ما في فائده ان لو نوصل مليون وانا بالكمام ما في فائده. لا معرفه من الناس لا ما في فائده فما ندمت ابد. يعني انت لبست كمام عشان ابوك ما يعرفك؟ صحيح. حلو. اي والله انا اعطيك الصدق ترى ما عندي. حلو. طيب يعني ابوك ما يعرف صوتك ما يعرف المكان ما يعرف يا اخي هذه شوف يعني اجتهاد حتى لو انه يشوفني يمكن يقول مستحيل ان هذا عبد الله. واذا جاء سالك تقول مو انا؟ ما قلت سالني لانه هو اصلا مستحيل يعرفني. مستحيل ما حد يفكر ولا حد جاب 1% اني يعني اطلع زي كذا فهمت؟ ايه شوي انا اشوف انه شويه صعب والله. ايه بعد ما رضى ابوك شفت رضاه فكت الكمامه. اي اللهم لك الحمد. يا سلام يا سلام الله يوفق الوجه. اللهم امين. شفت كيف طلعنا منك؟ والله طلعنا منه اليوم ما شاء الله. طلعنا منك سوالف اليوم. والله عندي سؤال فايد بس انت بسم الله يعني دقيت على طول. اي لاني فقرتي ما اذكر انك سالت ضيوف او كذا شاركت لنا مره ومرتين. والله اني ارفع ايدي انت ما تبي ما اشوفك ما اشوفك. هذه مشكله عندك انت. الجهه اليمين ما اشوف. الله يطول عمرك مشكله عندك. انا الشباب واجد مساعد مساك الله بالخير. شلونك طال عمرك؟ ابو عبد الله متى تفك الجبس؟ اول شيء ارحب ملايين. الله يبقيك. ارحب يا راعي الاقبال وارحب يا راعي الكرم والطيب وادعني فداك والله شغال. سبيكر كيف انت فداك بشني عنك. الله يطول عمرك. بإذن الواحد لا حد لاقدني على المنصة. اوه يعني كم 25 يوم تقريبا ولا؟ لا هم قال 20 يوم الصدق. ايه قال 20 يوم وتراجعنا وان شاء الله نمرك طيبة بإذن الواحد لا حد. الله يكرمك ويكرم الملائكة والسامعين. امين. سؤال جواب شيء؟ طيب يقولون نهاية الشماتة تشمت بغيرك فابتلاك الله، هذا كلام صحيح؟ الحمد لله تشمت بعبد الله الجميري، تشمت بعاد الفارع. سبحان الله. في الشماتة حبلها قصير. سبحان الله. نعم. ندمت على الشماته ولا لازلت مصر؟ لا انا مبسوط لان المقطع ضرب. حلو. انا مبسوط المقطع ضرب ولكن رجلي اي والله اني ما ودني اتشمت. حلو صدق لان الشماته دين على الشخص. تشمت في فلان ادنها بتجيك ولا بتجي عوالك ولا بتجي لحوك. كنت عارف المعلومه قبل تشمت؟ كنت عارف. حلو. يعني انت يقولون ما لا يفعلون. ما يقولون ما لا يفعل. بيض الله وجهك على الصراحه. وجهك الله يرحمه. ما يقولون ما يفعلون. حلو اللي قلتها. بيض الله وجهك. نفسه الله لا يجزاك. صقرك. بيض وجهك. عطنا من شعرك وادبك وفصاحتك وبلاغتك. عبرين يا ابو عبد الله. فانت ما شاء الله عليك صوت جهوري، كلمات منتقاه، ما شاء الله تبارك الله عليك. هذا اعتز فيها. ابغى امدحك كثير بعد ثم تطلع علينا. الله يطول.
بما انك طال عمرك فاجأتني كذا، انا والله ما حضرت، لكن فيها ابيات الشاعر المعروف علي بن الدعيه يوم يقول: لو نطلب الناس ما سرت ولا ضرت، الخالق الله وحنا من مخاليقه، يا من القلب يغرد كل ما غرت، كانه يعبر عن اللي فيه معاليقه، من وين ما كبر قرص الشمس واحمرت، كبرت على ضايق اللي مثلي الضيقه، يا الله ابن ابحات جود كل ما مرت، يمر معها فرج ربي وتوفيقه. سلامتك. حيض الله وجهك. تسلم. لسان الشاعر. ماجد سكر بالخير. انا اليوم مسكت كرسي اعتراف، كل واحد سؤال. هاي سلام. عادي عندكم ولا في احد بيتحسس؟ لا والله عادي. بيتحسس ويتحسحس. لا والله. صدق. باللعبان. يقول انك تتحسس. لا لا ما تحسس. صدق والله. اللي شو اسمه يعني السؤال ما عجبه يسوي حركه كذا بيديه عشان. لا لا احسن بعد سولف معنا شوي. طيب. ما ماجد النادر يا اخي انا نقدت عليك شيء. في لقاء من اللقاءات صراحة في شيء يعني ممكن إنه حقيقي 100%، وممكن إنه تتكلم ذاك اليوم عن الصدقة والإنفاق. نعم. في كمعنا الضيف الشيخ ناصر قطامي صح؟ وقلت إني تصدقت وأنفقت لدرجة إنه كان صار دخلي الشهري دخلي اليومي 3000 ريال أو صار في ربح 3000 ريال. نعم. يعني في الشهر 90 ريال. بأدله وبراهي. وين الفواتير؟ لا موجودة في الجوال. كم عمرك أنت؟ عمري؟ إيه. سألتني قل انت عمري. لا مروق اليوم يا بعدين. عمري 24 طالع. ما شاء الله تبارك الله. ايوه بالله 24 24 مخلص الجامعه لي سنتين ما شاء الله تبارك الله. والله مو واضح عليك، واضح انك اصغر. والله حاد اصغر عمرا لا عقلا. الله يطول عمرك. عقلك كبير ما شاء الله. ما شاء الله يطول عمرك. الله يزيد. يعني 3000 شهريا في اي في اليوم عفوا في لا مو 30000 لا 90000. نعم ما شاء الله تبارك الله. يعني بك لي باب رزق الحمد لله. الله يزيدك ما شاء الله تبارك الله. هذا كله فضل الصدقة. اي والله هي اللي فكت البيبان. ما شاء الله تبارك الله يزيدك ما شاء الله. اللهم امين. تبحث عن وظيفة ولا مكتفي بالتجارة؟ والله الوظيفة زانة لكن ما لقينا يجيب الله خير. ما لقيتها؟ يجيب الله مطر. طيب كيف تبي وظيفة وانت دخلك ما شاء الله؟ على وظيفة طبعا مستقبلك. يعني دخلها مليون. الدخل هذا يمكن شهر شهرين لازم يروح. الوظيفة يقال طبعا مو كل الناس يعني بعض الناس سبحان الله خلق للوظيفة. نعم. زي واحد من الزملاء سلام الله أرحب. زي واحد من الزملاء كنت أقول له هو كان مدير مدرسة. كنت أقول له يا أخي حاول إنك تشوف تجارة بزنس شيء يمين يسار. قال لي والله لا يا أخي أنا خلقت للوظيفة. راتبي 15 الحمد لله. قلت طيب الحين طلعت بيت وقصتك الشهري 6000 7000 صح؟ قال لي قلت طيب احسب معي. وقصت سيارة وعندك فواتير كهرباء فواتير جوال واو إلى آخره كم يصرفك الشهر؟ قال والله 4-5. قلت طيب 4-5 وش تسوي؟ فشوف لك شغله. المهم جاي يوم من الايام واحد من الزملاء ثاني بيبيع مغسله ملابس. فقال لي قلت خلني اروح لذاك مدير المدرسه واقول له رح في مغسله ملابس تباع ب 60000 ريال تقريبا ودخلها حلو يعني 5000 ريال 3000 ريال 7000 ريال يعني تراوح. قال ها والله ما ادري. قلت اشترها. قال ما عندي الان سيوله. قلت تدبر نفسك استلف من اخوانه وتوكل على الله. كنا يتابعنا الان. راح وشرى المغسلة. يوم شرى المغسلة دخل 5000 7000 8000 صار إصفاله غير الأربعة والخمسة حول 12 تقريبا. ثم ذاك حلاوة الدراهم. راح وفتح مغسلة ثانية فرع ثاني ثم فتح فرع ثالث ثم فتح فرع رابع ثم فتح إيش يسمون هذه حقت المنتجات منتجات القصيم. لا المنتجات القصيم الخضار والفواكه والتمور واللبن زي كذا. لا تسوق لا يطلعون فاصل. ايه لا في عندها الحايل القيله اسمها كشتة. هاجي الدولي مغسله يا ابو زين. ففتح ما شاء الله فتح ذا المشروع شراكه مع واحد كلف المشروع 500000 ريال هو دخل شراكه صار دخله من الشغل هذا يعني ما شاء الله تبارك الله المجموع كامل صافي له ممكن حول 50000 تقريبا 60000. فجاي بعدين يقول بيض الله وجهك ابو عبد الله انك حديتني وحاولت فيني واو الى اخره دخلت التجارة وعينت خير في التجارة خير يعني سلم يقول 9 أعشار رزق في التجارة 6 و7 من 10 مثل الجنة تجار. يقول مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أبتاع منك شيء أصبت منه ريح طيبة وجليس السوء أو صاحب السوء مثل نافخ الكيل. يا سلام. بعيد عنا وعنكم. إن لم تجد منها إن لم يحرق ثيابك فيما معنى حديث تجد منها ريحة خبيثة. فوالله الجليس الصالح أبو عبد الله
ولا نزكيك على الله سبحانه وتعالى. الله والله يرزقنا جليس مثلك وشرواك وشوير مثلك وشرواك. الاشتراك شهري. كذلك ما نختلف. الدلالة بين المسلمين حلال. ما في مشكلة. خويك ما شاء الله تبارك الله اللي اللي اللي, اللي تكلم عنه قبل شوي يتابعنا. والله نقول إن شاء الله. الله يمسيه بالخير ووفقك. الله يمسيه بالخير. فكرتك تبي سلف. الله يمسيه بالخير. الله يمسيه بالخير. الله يمسيه بالخير. طلع علي دين. طيب شوف ترى قال إبراهيم كلمة حلوة. الجلساء يعني أنا اللغة العربية أنا درست الشريعة وفي اللغة العربية في مادة النحو أوضح المسالك أعتقد درسناه ولكني ما فهمت الجامعة لكن فهمت وين مع أخوياي أقوم عند أخوياي أخي ودي باللغة العربية ودي أعرفها زين قلت ترى الموضوع بسيط وأنت ماشي في طريق الملك فهد طريق الملك فهد أعربها مبتدأ فهمت قلت طيب بختي ما أعرف قال أعربها وبعدين تعال تسمعي فاجتهدت وجيت جلست معه قلت كذا كذا قال لا صحح لي مره مرتين ثلاث مرات فعرفت ما اقول عرفت كل شيء لكن عرفت اشياء كثيره ايه يعني ايضا القران يعني القران بفضل الله سبحانه وتعالى جلست مع اصحابي ما كنت يعني مثلا يعني احفظ شيء من القران جلست مع اصحابي وكنت اقلد الشيخ ياسر الدوسي مسي عليه بالخير في بدايات الشيخ ياسر الدوسي في الامامه في الرياض فكنت اقلده فكان زملائي يقولوا لي والله صوتك زين مع أن الصوت مو بذاك الزود بس جليس الصالح ترى يعينك ويحفزك وما عنده لغة الشباب العرب جلي في الشريحات والاستراحات يا أبوي يفكنا يا حماديك أنت يحبطونك ويثبطونك لا في التجارة اجلس مع تجار اجلس مع تجار يعني حتى وأنت ما أنت بتاجر مثلا العقار نقول مثلا على سبيل المثال ترى أنا الآن أتكلم الكلام هذا ورسالة لكم أيضا حتى بعض الأمهات والله يتصل علي أمهات يرسل رسائل في موضوع عيالهم عيالي ولدي يبغى وظيفة ولدي يبغى وظيفة ترى السوق عندنا البارح كنت أسولف أنا وصاحب شاي فخار عبد الله الشهري بس يعني بالخير كان يقول يا أخي عندنا في السعودية رزق بشكل مو طبيعي يقول يا رجل البيئة خصبة وأنا أذكر مصري قال لي قبل تقريبا 15 سنة في سوق التمور كنت أشتغل مع الوالد كان يقول لي يا ناصر عندكم في السعودية الفلوس مرمية في الشوارع بس أنتم ما أنتم جادلوا الطريق صحيح وايضا شيء ثاني انه ما عندنا دبره في اداره المال ما عندنا دبره الواحد يجي الراتب مثلا راتب 10000 عنده اقساط مثلا 4000 5000 يحرق ام الراتب في 5 ايام يحرق كل هذا الشيء مشكلته وش يحرق اذا كلامك ابو عبد الله يحرقها دايم بالكماليات ايه هذه مشكله الناس انه وش يجي الراتب 12000 في اشياء مهمه لك تمام انا اني اخذت دوره بالامور هذه مثلا جاك مبلغ عندك مثلا راتبك جار البيت جار الكهرب جار كذا عندك كذا فهم اغلبهم مش مشكلة يركز بكمليات يطلع كافي مكان يدفع بكمليات فجأة بعد 10 ايام طار الراتب الشيخ طلال الدوسي يمسي عليه بالخير الله يحفظه ويطول عمره على طاعته ومرضاته كان في لقاء في برنامج 99 مع صلاح الغيدان قديما كان يتكلم حول كلامنا هذا كان يقول بلدنا فيها خير نفس الكلام اللي قلناه ولكن مشكلتنا دبنا في المال بعض الناس يروحون لها الاقساط تايد القديمه صارون تايد اعتقد الان موجوده ولا لا وبطاقات سوا ما ادري وش ولا لا الاخره ثم يحرق ماله فيورط اهله واولاده ما يقول لكم العيش ثم يضطر انه يتدين من هذا ومن هذا ومن هذا يصقع الرجال في بعضها ويبهدلهم يقفل جواله يدخل في دوامه يدخل في دوامه طبيعيه فالشيخ طلال قال كلام منطقي وواقعي كان الملك عبد الله رحمه الله عليه يتابع الحلقه فاستدعى مكتب الملك عبد الله رحمه الله الشيخ طلال الدوسري قال الملك يبيك الشيخ طلال يقول الملك عبد الله يبيني الله يستر ايش عندي من عندي تخيل الملك بيتصل عليك يقول تعال يقول ما ادري يقول جلست ابحث في اموري كلها وش انا قدمت من زين ومن شين فيقول والله رحت في روضه خريم فيقول في ذا الخيمه يقول يوم جاءنا الله يرحمه ويجعله في الجنه الملك عبد الله يقول يوم انزل من سيارتي يقول في الخيمه يقول اقبل علي وقال بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك ايه عجب هالكلام ليش لان الكلام منطقي بلدنا فيها خير ولكن حنا بغيت اقول لي ما فينا خير حنا اللي متقاعسين متكين ما سعينا يعني ترى مو بشرط تفتح محل ومدري وش مو بشرط ترى الان الرزق في السوشيال ميديا الان اعرف ناس يعني مثلا واحده من جيزان في منصه الاضواء ما هي موثقه سنابها زين يخبرني بها أخوي وائل الخواجي ما هي موثقة سنابها نزل مقاطع منصة الأضواء فجأة
جاها وشاركت في الاستبيان او الاستماره حقت البطاقه البنكيه ما ادري وشو. في اخر الشهر جاها 60,000 ريال. هي المسكينه صدمت، ما راحت محل ولا جابت عمال ولا جابت لوحه ولا جابت رخصه ولا جابت، بس بركه ورزق اي وخذت بالسبب، فراحت وعبت الاستماره وجاها رزقها. في الخير موجود، ما تدري وينه، ما تدري وينه. يعني ممكن تروح مثلا في مكاتب العقار، مو بشرط انك، احنا مشكلتنا ما عندنا صبر. انا واحد من رجال الاعمال الله يذكره بالخير، مساعد الحربي صاحب ومالك شركه الروزنه، هو صديق وعزيز وغالي والان ما شاء الله من الاثرياء في البلد. جلست انا وياه في بدايه تخرجي من الجامعه وانا ابن السوق وانا صغير، فقال لي يا ناصر شهادتك لما تاخذها حطها في الدرج وسكر عليها. طبعا ما اهتميت في كلامه. كلمني فهد مطر الله يذكره بالخير، كنت ماني بحريص على الوظيفه كثير، كلم فهد مطر المنشد المعروف، قال ناصر ترى فيه تقديم على التدريس، قدم ترى القبول فوري. سبحان الله، وقدم وجاء القبول بعد يومين ثلاثة ايام، وفي مدرسه عند بيتنا في الحي. اي فجلست سنه سنتين واستقلت. ماني انا من الناس، ممكن الناس يختلفون، في ناس علميين وتعليميين ويحبون العلم والتعليم، وممكن اكاديميين وممكن يحبون التدريس ويحبون الوظائف، وفي ناس مهنيين عمليين كذا عقليه الناس. انا ممكن من الجانب هذا اللي حطيتني يسار لا يمين، في الجانب هذا اللي احب العمل، احب المهنه، ومؤمن بان التجاره فيها خير. بدل ما يكون دخلك في الراتب 10,000 ريال، دخلك في التجاره ممكن يكون 200,000 ريال، ترى ممكن يكون 200,000 ريال، ممكن يكون مليون صفقات تحصل لك وانت ما تشعر. واعظم شيء ممكن في التجاره اقولها لكم زبد كذا، التسويق 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 التسويق. يعني انا في مكاتب العقاريه تقدر تطلع لك رخصه بدوره تشارك فيها وتحضرها، تاخذ ايه مسوق، روح يا حبيبي مكاتب العقار ولا افتح لك مكتب، ولا عن طريق السوشيال ميديا. الان موقع من المواقع الموجوده يبدا اسمه بحرف الحاء، هذه هذا ما شاء الله افتح اسسه ب 70,000 ريال، يقيم الان في السوق بمليار وحولها تقريبا. ايه واستضافه وقال انه شركه المانيه جت بتاخذ منا 30% من حصتنا، افتح ب 70,000 ريال. شفت كيف الفكر؟ تفضل يا صقر. اتكلم انا عن تجربتي بما انك ذكرت مكاتب العقار. بس ما يكون دخلك 3,000 ريال يوميا. لا اكثر. صدق ابو عبد الله. لا والله مصدق، والله بمزح. والله اني امزح، الله يزيدك. ابشرك انا اكثر ابو عبد الله. ما شاء الله تبارك. شوف انا تخرجت من الثانوي وكنت انتظر الوظيفه، ولكن يوم ما حصلت دخلت مجال العمل. انت شفت الاعمال الحره والتجاره وتوجهت للعقار. ما شاء الله. واشتغلت طال عمرك على التسويق. حلو، عندنا تجار هنا والله. حلو، بجوالي وفي المكاتب ومعارفي وعلاقاتي وكذا. وابشرك الحمد لله والله اني حصلت صفقات انها بمئات الالوف ما شاء الله تبارك الله. ابشر. دخلت بعدها المقابلات، ودخلت بعدها الاسهم، وتفرعت في المجال ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. لذلك الواحد لا يبعد ينتظر وظيفه او ينتظر يعني يحط لها قوت يعني في الناس انهم اللي بيساعدونه ولا بيعطونه ولا بيوظفونه. الواحد يشتغل على نفسه والخير الحمد لله الرزق من الله ويتوفي، ولكن الواحد يشتغل على نفسه ويدور الارزاق ويسعى وربي سبحانه وتعالى بيرزقه. مو معنى كلامنا انه لا نتوظف، لا احنا نتوظف ناخذ تجربه نبحث، حتى مو بشرط وظائف حكوميه. الان التوجه اعتقد شركات وهلم جروا، والان يقولون الشركات ربما انها تكون افضل. الوظائف ممكن تتعلم فيها، ممكن تطور فيها، ممكن تكون علاقات فيها، وبعدها تؤسس لك مشروع. من بعد ربع يد منهم حاتم. قلت موظف، انا الحين زي ما انتم عارفين موظف اخصائي علاج طبيعي. فعندنا الوالد زي ما معروف بالقصيب مزارع. فعندنا مزرعة فيها نخل وتمر، فأحيانا يجي مثلا سوق يوم الجمعة اللي هو التمر. عندي طول عمر هيليكس نعبي التمر. شوف كيف اللي هو تولدت من ناحية التجارة والرزق. أنا حين راعي مزرعة، أخذت التمر عبيته بالحوض وطلعت على عندنا ببريدة مدينة التمور اللي هو كل الناس يجي على المكان هذا يشتري التمر فيه. فأنا وقفت الهيليكس عشان ببيع، وقفت الموتر. يجيني واحد يقول انا احرج لك على الموتر، خل انزلت من الموتر انا احرج لك الموتر امشي لك السوق حقي. محرج يعني. اي محرج، وياخذ عليه مبلغ. جاء مثلا جاني مثلا زي محمد اليابسي راعي محل،
تمام؟ راعي محل شرى التمر، يجي في واحد ثاني ينزل التمر، يعني ينزل التمر هذا ينزله وشو مبلغ يحملون ذولي كل واحد 40 ريال. إيه الحين شوف كيف الرزق مشى، كيف نزل التمر وخلص، يا راعي المحل أخذ التمر وراح يبيعه بمبلغ ثاني، فهي سلسلة متصلة. صحيح. فهو زي ما تقول أنت من ناحية اللي هو الوظيفة، فهذه أنا موظف ولا عاقتني بالشغل ذي، وهذه وش التجارة، فإنها زي ما تقول أنت الرزق بكل مكان. شوف هي جت من واحد راعي مزرعة إلى واحد حرج عليه، واحد نزل التمر جرى راعي محل أخذ التمر وباعه، لين عاد يوصل لك هنا زي تمر أشكال. ولا أنا أعتقد بعد إنه بنكون مثلا لازم أكون مثلا مدير صاحب شركة من السنة الأولى، ترى البدايات لازم تكون بسيطة. بعض الناس مستعجل يفتح مشروع 6 شهور ما يربح سكر مشروعه، قال خسرت والله ما في سوق. السوق موجود. أنا أتحدى أي واحد يخلص في عمل، أتحدى المملكة العربية السعودية، أتحدى أي واحد شو أعلنها على الهواء مباشرة في أي مشروع، أتحدى أي واحد أقام مشروع وأتقنه وسوق وأبدع وجدد زين، أتحداه إنه يقولني أفلست. أتحدى جد يعني أي مشروع الآن، أي مشروع يعني ناجح 100% بإذن الله، أي مشروع يعني بعض الناس يبغى يفتح محل على سبيل المثال، لا المجال متاح ولا بشرط العقار. يعني شوف حاتم قال التمر مثلا، أنا اشتغلت في التمر 10 سنوات تقريبا أو 15 سنة، بعنا عند المساجد عند الجوامع مو بعيق ولا بشرى، اشتغلنا بالحبحب، اشتغلنا بالشمام، اشتغلنا مو بعيب. والله اني تعلمت خالة العاقل والمجنون، خالة السكران، خالة المهبول، خالة المثقف، خالة المدري وش، وتعلم من هذا وتعلم من هذا وشوف شكل هذا وشوف شكل، واسال هنا واسال ايه، فتعلمت يعني تربيت تربية اخرى صراحة من الميدان. يعني والدي ربوني في البيت، فخرجت الميدان فرأيت الناس، فيعني تعلمت من المثقف والمتعلم وغيرهم، قلت يعني قلت احمد الله سبحانه وتعالى نعمل لنا فيها. فالميدان حلو، لازم نتعب شوي يعني، لا نقول بنتكي، الله يقول امشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، امشي مال الشعب عقلها وتوكل. فعلى السبب نايم في بيتك تقول والله ما في وظائف، لا مو صحيح، انت ما تبي تشتغل، انت عبيط، انت كسلان، انت تبي تلعب في جوالك ولا تلعب على البلاي ستيشن. ايه سمع بس التجاره انا ارى انها مثل المباراه، ما هو بكل مره وانت ربحها اكيد، يعني ما هو بكل ما لعبت مباراه تربح. صحيح. احيانا انك تفتح محل او تفتح مشروع ما ينجح حتى لو تسوق له، يمكن هذه ما هي بشغلتك، يمكن انت شغلتك مثلا تمور ولا في اي مكان ثاني، بس انك تفتح لك محل تشطح فيه شوي، ما تعرف خباياه، ما هو باختصاصك، ما تعرف خباياه، ما تعرف الامور اللي وراه، ما تعرف عقباته، ما تعرف ما درست المشروع، ما عرفت ايه عواقب المشروع. هذا قلت في كلامي انه هذا اهمال منه، انه ما درس دراسه جدوى، ما شاف المكان. يعني مثلا الان الرياض كم عدد الكافيهات في الرياض؟ شيء مهول مهول، اكثر من عدد البشر ما شاء الله تبارك الله. اي وفي في 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 رزق، ففي كافيهات تقفل. انا اعرف شباب الله يذكرهم بالخير فتحوا كافي 3 و4 شركاء من زملائنا الله يمسيهم بالخير، كافي فخم وجميل ورائع واو الى اخره، وينشغل عليه ديكورات، يوم جاء فتحوا داخل منتجات ما يدري ايش يسوون، راحوا جابوا واحد يدرب العمال، ثم العمال ما اتقنوا، دوروا الحاله يمين يسار ما شافوا الحاله مضبوط، غيروا حاله الى حاله الى حاله الى حاله الى ايس كريم، دخل ايس كريم نحاسوا وتاهت ادارتهم. واحد يقول انت يا فلان ما تداوم، ترى أسوأ شيء في الشراكه، الشراكه ترى حلوه، بعض الناس يقول احذر من الشراكه، بالعكس انا مؤمن بالشراكه، وانا الان في شراكه مع ناس كثر، بالعكس الشراكه الله سبحانه وتعالى يقول انا ثالث الشركاء، ما لم يكن احدهم الاخر او ما لم يختصما، الله يقول انا ثالثكم. الشراكه ميزتها انك تفهمها، افهمها اي مش صح، افهمها واعرف وش لك وش عليك. اكثر الشباب الان يجتهدون، انا اعرف اثنين من الزملاء دخلوا مشروع في جلسه، احنا جالسين قال شو رايك نفتح مثلا مطعم، ما ابغى اقول مشروع عشان ما يقولون ايش تدق فينا، قال شو رايك مثلا نفتح مطعم، قال والله وانا جالس معهم قالوا تم، قالت تدخل شريك معي قال تم كذا، يعني هي ما في رسم جدول، ما في رسم ولا شيء، تم يلا والله قدام والله قدام، اللي يرجع عن كلامه رجال يا ابوي، ايش الكلام هذا، حسبنا سفره حسبنا سفره والله خطا. ففتح المشروع، لما فتح المشروع واحد يحترق للعمل، يشتغل ليل ونهار، والثاني مطنش، الاول ذا اللي يحترق جاء كلمني قال لي ناصر خوي ذا بياخذ ارباح ونايم، وانا رجال لا احترق ولا يوم الشغل. ثم صار بينهم مشكله اشكالات فتفرقوا، ليش؟ انا ما كانت اتفاق من البدايه،
طيب احنا حسين واجد كله بسببك يا ماجد، جينا على التجاره من عندك وروحنا، بس والله كلام حلو موضوع مفيد. جميل والله مفيد حتى للاباء والامهات. عندي نقطه بعد. سمي عبد الله. شوف انت تقول دائما تشارك، بقول لك يلا حلو. انا الكلام اليوم اللي شفتك لاني كنا الكلام اللي بقوله الحين يمكن تقولني صغير على عمري على الكلام اللي بقوله، لكن انا يمكن من عمري 14 او لا والله من عمري 13 من اول متوسط، وانا واخواني شغالين كنا نبيع شاي على الخط، شاي على الخط، شاي قهوه على الخط، وكنا نشغالين اذكر شاي على الفحم على الحلال. حلو. وشغالين في الحلال. بعدين اللي هو في فقاسات ودواجن حلال الغنم. اي ما شاء الله. وبعدين فقاسات ودواجن، واخر شيء اللي هو برنامج اسود. ما شاء الله. برنامج اسود دي مجاخط على دي كلها، مسكتها رميتها على جنب. عجيب ما شاء الله تبارك الله. حلو والله بطل. اللهم لك الحمد. والله بطل اهنيك. من اللي يشتغل في التجاره يا شباب وجربها؟ علي العمري. وش تجارتك؟ اشتغلت ايام الابتدائي، واشتغلت ايام الثانوي، واشتغلت ما بعد ما توظفت، جلست سنه في التدريس اخرتها التدريس يعني. اشتغلت مع الوالد، الوالد فتح له محل شاهي وجلسات ومباريات وزي كذا في الديره عندنا في المجارده. حلو. في يوم من جلست سنه في التدريس رجعت للديره واشتغلت مع الوالد، كنت يعني ماسك المحل مع الوالد، الشغل والتقديم الطلبات انا واخواني، يعني ما كان في عمال، بس مجرد ان عامل واحد موجود اللي يصلح الشاي ويصلح الامور دي والدنيا كلها، وحنا اللي مستلمين الطلبات ومستلمين التنظيف ومستلمين ترتيب الشغل وكله، يعني حنا القائمين في المحل حق الوالد. يا سلام. فالحمد لله لما تكون انت قايم على رزقك بنفسك وانك تسعى وتروح وتتعب وتشوف لذه يعني الدخل بعدين زي كذا، تشوف يعني حتى لو كان يسير ما هو كان بالشكل اللي انت تتصوره، بس تحس له طعم يعني جدا فعلا. حتى من يوم والله جربتها يعني، من يوم انا صغير، من يوم صغير كنت ابيع في الاسواق عندنا، تعرف الاسواق الشعبيه اللي موجوده عندنا في الجنوب، كنت اروح وابيع فيها. وزي ما قال عبد الله احيانا في ايام الثانوي تدور لك مثلا يعني عمال توصلهم مشاوير ولا شيء، ولا تفرش لك على الشارع، تاخذ لك معك جزه تضبط ذاك الفحم وذاك الشاي وذيك القهوه تبيع على الخط. فيها رزق والله. يا سلام. والتجاره ما هي للرجال بس، التجاره حتى للنساء. نعم. يعني خديجه رضي الله عنها كانت سيده اعمال، وايضا الان بحسب الاحصائيات كره قديمه يقولون سيدات الاعمال في السعوديه اكثر من رجال اعمال، اكثر، لكن رجال اعمال هم ربما اللي يخرجون اكثر. فالان ما شاء الله يعني شوف، يعني انت تحدثنا عن البساطه بعيدا عن سيدات الاعمال الكبار، الان نشوف في بعض الاسواق تعرف البسطات. نعم. ما شاء الله تبارك شغالين وعندهم خير وقايمين بيوتهم وقايمين بعيالهم وقايمين يشترون سيارات بسبب هالبسطه. كذلك بعض الحريم يعني اهنيهم من امهاتنا، يعني انا سمعت انه في بعض النساء في مناسبات الخاصه تجيب مثلا بعض الاغراض وكذا تبيعها على الحريم، تطلع على فائده 200 ريال 300 ريال. ها، وهذا شيء زين. الحين الرباعي وش عندهم اكثر قنبله طلعت قبل فتره يمكن 7 سنوات مثلا، اللي هو الاسره المنتجه. صح. هذه احشوف شو عند النساء فجرت الدنيا جدا جدا. وهذا تعرف تطبخ وتوزع وانستغرام وشغل. تصلح تاجر يا حاتم انت. من القصيم ابوي. ما شاء الله عليك. الله يسلمك. شوف متحمس مع اشتغل واتعب على نفسك ونموك. عايض شلونك؟ عبد الله يا عايض. سمعنا صوتك في القران ما شاء الله. نبغى نسمع في الانشاد. بيتين ثلاث ابيات ربع ابيات. والله على خشمي يا ابو عبد الله. الشحم. هنا حاطينكم قسم المصابين تأهيل. حلو. معذورين. الله يشفيكم. حتى ان شاء الله من الفقره ان شاء الله معنا خصم التاخير. حلو. طيب. انا صدق والله اني مشيت من جاكل هنا 7 دقائق ونص. يلا كل شيء بشيء باجره، الاجر على قدر المشقه. طيب صلوا على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. شكرا لله. ايه حلو. سلمت يا عايد. ذباح ما تدمي وجرحك الحالة عين لا يمرد الهايم على الموت بشكات لتلولايف مثل وضع العمالة من غاب بلغنا عليها الجوازات شهور ما بادرتني
رسالة عسى البلاء من شركته الاتصالات. سلامتك أبو عبد الله. وجهك وجهك أبيض ما شاء الله. والله شباب إني أهنيكم صراحة، يعني نسخة للتاريخ. الله يطول عمرك. بسم الله عليكم. والله أني أقول صادق وما هي مجاملة، مو عشانكم جالسين معي، فيهم الخير والبركة. النسخ الماضية مزيد رصيدك وكلهم نجوم، لكن نسختكم بكل صدق من أول ما بدأتم، وأنا قلت لأخوي سعود العتيبي قلت الشباب النسخة دي متكاملة، في تباين يعني فيها اختلاف، يعني والاختلاف هذا جميل على الشاشة، يعني في مليانين باختصار، والله العظيم مليانين. يعني شوف الآن طرحنا موضوع ما شاء الله كلهم بيشارك، وبيشارك مليان، مو بيشارك فاضي عشان الكاميرا تجي عليه جد. يعني ما كل ما واحد رويدة أسمع معلومته ويعني نبهني على أشياء وانطلق أنا ثم الثاني يستلم، كأنه إيش وان تو كرة القدم. النقطة هذه صحيح زعجتك، أنت ذكرت الكلمة. لا أنا ذكرت الكلمة اللي تعذرني فيها، تقول نسخة للتاريخ. شوف شتانا بين أول مرة جيت، يمكن إحنا الماراثونية نذكرها، أول كلمة قلتها لنا وأنا رديت لك قلت لك وشو، راح بإذن الله نثبت إن وشو إن نسخة للتاريخ. شوف الحين صارت صحيح. تخبر يا ابو عبد الله يوم تقول ذيك الكلمه، ما انت مسهل، انت مسهل القصيم، انت مسهل ما شاء الله عليك. انا وياه شركاء ترى بعد لي في التجاره يا ابو عبد الله. بغيت استفزه وما شاء الله عليها، استفز الشباب ذاك اليوم. ابشرك لي في التجاره، ابشر ما شاء الله. تجاره ايش؟ اشتري السلعه ب 100 وبيعها ب 95. اي والله وجهك ابشر. هذا بنزين ذا، من فضل الله علينا وعليك ان شاء الله. اهم شيء البركه، اهم شيء البركه. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. طيب انا ابغى ايش بغيت، في شيء في بالي بقوله. ايه النسخه، نسخه للتاريخ. انا قاعد قاطعني، خليني اكمل. نسخه للتاريخ ليش؟ اتجهت الى الشعر الفصيح تجد عبد العمري، اتجهت الى الشعر النمطي تجد ما شاء الله 6 7 مواضيع او 8، اتجهت الى الرياليتي تجد اشخاص، اتجهت الى الحفظ تجد كذلك رجال، اتجهت يعني الطبيب. الى ها الطبيب. التقديم التلفزيوني تجد، يعني ما شاء الله انت يا اخي شغلت، الله يشغل عدد سيد ارتجالي. احسنت، الله يحرمنا منه. بس استفدي اختارك علي بدك تقولها. اي عشان مقدم يعني ولا لا؟ انا قدامي. أيوه. اللي يجي قدامي يقول اسمه. انا كنت قدام. لا لان الشعر الفصيح اعتقد علي وابو لبن، في غيرهم؟ ايوه من؟ عبد الله الزهراني ترى عنده قصيده. المتنبي صحيح. ترى عند عبد الله قصيده صدق بالفصحى. ابو يزن، ابو يزن عبد الله. ابو ياسر الله. لا والله قلت قصيده. لا قالها قالها قالها. قال الشعر الفصيح مثل ابو لبن، المتنبي راح فيها. طيب طلع برايك. فما شاء الله فعليا فعليا يا شباب يا حاتم خليك مركز قاطعني ما عندي مشكله، بس لا تسوي بكل صدق. يعني نسخه متكامله، هذا وجهه نظري من خلال يعني برامج ماضيه شاركت فيها، عشرات البرامج مليانين، لكن هل في نجاح؟ هذه المشكله. رجع عليك فهمت؟ فالله يزيدكم ويوفقكم ويفتح عليك. الله يطول عماركم. علي العمري يبغى شعر فصيح. ايش تبغى؟ غزل؟ لا يعني اقصد ايش تريد؟ غزل؟ انا حسيت ابو عبد الله احنا ارتحنا معاك، احنا ارتحنا معاك. بالعكس. لا لا في غزل وفيه عطنا غزل. والله؟ ايه. طيب. يقول معلش ماني حافظ والله ابو عبد الله. يقول ماني حافظ والله ماني حافظ. يقول لو كان لي قلبان لو كان لي قلبان لعشت بواحد، لو كان لي قلبان لعشت بواحد، وأفردت قلبا في هواك يعذب، لكن لي قلبا تملكه الهوى، للعيش يحلو له ولا الموت يقرب، كعصفورة في كف طفل يهينها تعاني عذاب الموت والطفل يلعب، فلا الطفل ذو عقل يرق لحالها، ولا الطير مطلوق الجناحين فيذهب. السلام. ما انتم معي صح؟ اي والله. اولاي خلي عيد يا ابو صح لسانك، لا فضفوك بعيدكم ويحبوك الرجال يسكنون. لا ما ابدا اعدها بالله، لا ما سمعناك. طيب اشغلون الله يشغل عدو. ايش تبي يا ترى؟ ايش تقول بالله؟ ايش تقول؟ ايه عايض يقول لا وظفوك. وفي التجاره يربحوك. طيب يقول يلا. يقول اتحزن والسعاده عند ربي، ستهطل بعد أحزان ثقيلة، أتجزع والبشائر قادمات لتشفي الجرح والروح العليلة، غدا يأتي الصباح بكل شوق ودفء خلف نسمته العليلة،
وروحك سوف تحتضن الأماني وإن كانت ترأها مستحيلة. صحي ثاني وصحي ثانيكم والله يعطيكم العافية. ومساعد صراحة يا أبو عبد الله مساعد ترى يخرب الأصوات ولا يحترم الواحد هذه يسمونها حسد الأقران. نعم فهو أي يعني إنسان هو لو تكلم يبغانا نستمع له لكن إذا أحد تكلم عادي يتكلم والله والفصلة كلها هذه مرتب لها من وراي وليش مش مرتب خذ العلم الرجاء ناظر فيني مش دخل أبو عبد الله عموما هي محور كلام اليوم طيب مساعد ترى عليك ملاحظات كثيرة يعني زين لك رجلك وانت عصاك تركت طيب اللهم صل على رسول الله ارحب ارحب يا دحام يلا حيا يا مرحبا يا مرحبا استريح نومك الله يطول عمرك عندنا تسجيل اعمال وبغيت نواف تسمح لنا حلو تسمح لي من تبي؟ ادور من تبي؟ تسمح لي اطلع دقيقة انت ايش تقول تسجيل تبغى اشخاص يروح معك؟ لا عندنا اعمال قاعدين نسجل وبغيت نواف اسمعوا عندك الحين تسمح لي انا اطلع نواف خلص بكره تعال ان شاء الله طيب الحين انا طيب اوكي انا باقي شوي بتطول لا بسجل كم عمل سم هدوك يسم اللي ترى طال عمرك بقمي كيف حالك شلونك طيب بقمي وش اثرك في البرنامج اللي قدمته قدمت كل شيء ما عاد خلاص وش باقي انا قلت وش اثرك يعني اعطي واحد اثنين ثلاثة الاثر الاثر اللي يعني اللي كسبته يعني لا الشيء اللي انت قدمته وتحس له اثر عند المشاهدين لا ما في اثر ان شاء الله لا في علم الطيب اي سؤال صعب فهمت تورط الرجال تورط ما عليه ابو سعد ما عليه لا شيء قدمته يا رجال شيء قدمته والله قدمت طال عمرك اسمه اللي يقول لك جبت الشرفه نعم جبت الشرفه بيض الله وجهك شفت ولا لا سلمت وقدمت الحليب لان الشام اللي شرواك بيض الله وجهك شفت ولا لا والاخوياي والعلم الطيب الله الله يا سلام الله الله وكسبت الرجال اللي شرواك يا ابو شراك الطيب شفت ولا لا قدمت انشاد ومن بعض الريالتي حلو الله الله ومن بعض المجالب ومن بعض طال عمرك زد خيرك يجينا ونعطيه اللي عندنا ومواقفه الله الله يا زينك كامل وكامل ما شاء الله تبارك الله والمواقف والله انا ما عطينا اللي عندنا كل بول لاننا قاعد نتحرس بعض الامور ايه واصل حرس في غيرنا هو بالعمان وبلؤي بلؤي بلؤي ليش وصقر ابو يزيد حلو عرفت احيانا كذا وكذا حلو لايق عليها ما شاء الله طيب طال عمرك شباب كم باقي لي وقت يا كنترول بس عشان كم باقي لي وقت اللهم صل على رسول الله ما يصلح يا شباب لا زودوها شوي علشان سام طيب صل على رسول الله طيب دام باقي دقائق صل على رسول الله يا شباب صل على رسول الله يا مشاهدين اللهم صل وسلم على رسول الله فيها يعني شيء حلو خبريه حلوه إن شاء الله أنها تسعدني وتسعدكم وتسعد المشاهدين وتسعد كل من يحب الخير وتسعد الأيتام وتسعد كل من في قلبه رحمة وكل من في قلبه حب لله ولرسوله وكل من يريد أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين إحنا أعلنا الأيام اللي راحت أن الوقف الرحماء كم باقي عليه؟ 11,000 طيب 11,000 11,000 متأكد؟ لا 13 أنا أذكر 12 مع الشيخ عايض كان بقي 11,000 وشوي تقريبا يعني حول 12 طيب الآن ما شاء الله تبارك الله حلقة الشيخ عايض متى كانت البارح صح؟ تخيلوا من البارح إلى الآن كم سهم راح؟ ستة أسهم 2000 سهم الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله باقي 10 ولا 9 باقي 9,000 يا الله يا كريم 9,000 متبرع بس من 250 ريال يكتمل الله يفرحنا الله يفرحنا هاي تعليقك الله يفرحنا 9,000 متبرع 250 ريال كل واحد ان شاء الله 10 ثواني وخمس ثواني برتم سريع وصلنا الى خط النهايه فين المقدم فين اللي بيعطي حيل اقول كل يلا ان الله يعيننا وياكم ان الله يسر اموركم ان الله يبيض وجهكم جميعا والله يا فرحتنا الخبريه اللهم لك الحمد 9,000 واحد يا مشاهدين مساعد الكلمه لك ويكتمل الوقف الله يكتب اجرهم كلهم والسعوديه الخير والعرب والمسلمين كلهم يدوروا للخير انا اتمنى يا ابو عبد الله انك تجينا كل يوم
لان جيتك بعد الله يجي معها الخير. الله يرفع وان شاء الله باذن الواحد لحد ما يجي يوم 70 الا قد تقفل وقف. وانا مقتنع جدا 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 ان يوم 70 بتقفل وقف. اليوم 67 صح؟ إيه. ثلاث ايام تقصد ان شاء الله يا رب. ما في شيء صعب. 9000 سهم. اني اذكر في هالمكان كان معي الشيخ طلال الدوسي الله يذكره بالخير، وكان معي رئيس الجمعيه، وكان معي ما ادري من كان معي من الشباب، اي عبد الرحمن طيري كان موجود، وبعض المتسابقين نسيت اسمائهم. كان عندنا مجسم للمبنى حق الوقف، تعرف المجسم؟ المجسم هذا كل ما اكتمل مثلا 20% يضيء الدور، اذا 20% الثانيه يضيء الدور الثاني، 20% الدور الثالث، لين نوصل للدور الاخير والخامس. فذاك اليوم كنا مكملين دورين، اعتقد ماني ضابط الموضوع، مكملين دورين. الشيخ طلال الدوسي الله يجعل والديه في الجنه نخل الجمهور طلبهم ورمى بشته هنا في المكان ده اللي قدامكم. اي والله رمى بشته، قال هذول يقضوا تحفيظ قران، قال تحفيظ قران والله يا بشتي مرفعه لين يكتمل الوقف. وشاشه رؤوس الناس، وكل تبرع وكل شارك وكل زاح من الصرافات، مو بالتطبيق كلام ذا قديم، كل زاح من الصرافات. ووصلنا مقطع فيديو للناس على الصرافات ماسكين سلا بالتصميم حق الوقف يتبرعون. تخيلوا طلعوا من بيوتهم وراحوا في البرد وراحوا بالصرافات ومسكوا سلا، عشرات الرجال والنساء علشان يتبرعون. مدير الجمعية كان معنا يقول في عندنا ضغط مو طبيعي، كملنا ساعتين زين، واكتمل معنا في الساعتين هذه تخيل 8 مليون ريال. الله أكبر. والله العظيم يا رجال هذا الكلام حصل في المكان هذا. حنا الآن ترى الموضوع معنا ممكن مليونين وشوي. الله يكري. مني مع بشت يا رجال، مني مع بشت. الله وجهك. الله انت سعد. هذه مناديل ولا بشت؟ تسلم يا ابو سعد. الله يرفع قدرك. طيب شاركت مساعة وتكلمت. علي العمري 9000 واحد من اخواننا واخواتنا. الرجال صدق قلت بشت راح جابه. طيب 9000 واحد 250 ريال بيكتمل الوقف. ونبغى فرحه. اقول الحين فرحتنا كيف قبل شيء ابدا، والله اني قلوب العيال كلهم غمرتهم الفرحه مثل ما غمرتني انا. كيف ان لو فرحنا باكتمال وقف، كيف لو فرحنا اليتيم يا اخي، وكيف لو فرحنا الارمله واللي يحتاج هذا الوقف فعليا. فاقول السابقون السابقون، الحين 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 صدق يا باغي الخير اقبل الحين. من هو الذي الله يوفقه ويهيئ له وييسر له انه يكون سبب في اكتمال هذا الوقف، وباذن الله ان نفرح سويا باذن الله. يا رب يا رب يا كريم يا جمهور يا اخواننا واخواتنا. صقر بجيك. الوقف ما بقى 9000 واحد منكم تكفون، ما قلت لحد تكفى، نادرا اني اقولها حتى في امور الشخصيه وكذا، لكن عمل الخير بقول تكفى. سموها شحاذه في الخير، كلمه شحاذه شينه، لكن في الخير حنا حنا في الخير. الله يرفع قدرك وتبيض وجه اللي بتطلبه. الله يطول عمرك. حنا في الخير طلبة مشاركين، ما يرضي الله وهي ورسول. طلبة وهي نبي أهل الخير كلهم اللي يشاركونا ويتبرعون هالجمعية المباركة. الجمعية مثل الجمعيات الثانية، عندهم أعمال يعني ترى يتعبون يبذلون في الحر، ينزلون يشاركون يتقصون، يشوفون الصادق ويشوفون غير الصادق ويتركونه، يشوفون الصادق ويعطونه، يعني شغلهم جدا عظيم. انت لو تبي تكفى اليتيم ما انت بجالس تروح ولا تدور الايتام من الصادق، الجمعيات يريحونك بطرق رسميه. تكون معي صلى الله عليه وسلم بالجنه كهاتين، تدخل من احد ابواب الجنه الثمانيه باب الصدقه. كل هذه الخيرات يا جماعه الخير ترى هي بالصدقه هذه نتكلم عنها مرارا وتكرارا. صجيتونا لجيتونا اشغلتونا عن الصدقه والوقف. محمد صلى الله عليه وسلم ما قال الصحابه له صجيتنا يا رسول الله، كان عليه الصلاه والسلام كل فتره اخرى يذكر الصحابه. ذكر فهم الذكرات يعني ما اضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نزلت آية: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ترى إن تولينا إحنا الحضور وأنتم يا إخواننا وأخواتنا، ترى الوقف له رجال ونساء، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، رجال ونساء، المقصود بالرجال في الآية المقصود الرجال والنساء. فيعني ترى هذا كله يعني يكون لنا بإذن الله سبحانه وتعالى والخير لنا والبركة لنا. صقر 9000 واحد من أخواننا وأخواتنا 250 ريال أولا طال عمرك يكتمل الوقف.
اولا طال عمرك اشكرك ابو عبد الله واشكر الجمهور العزيز اللي تبرع في الوقف واللي تبرعوا البارح واقول بشرهم بالخير من تبرع بشره بالخير الحظيظ والله اللي تبرع في مثل هذا الوقف اللي خدم اكثر من 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 حاجه الصدقه انا بنفسي والله اني شفت لها اثر في حياتي وانها انقلتني من الصفر المرحله غيري لهم عشرات السنين يبون يوصلون للمرحله هذه ما وصلوا لها انت شفت فالصدقه فضلها عظيم والواحد من يوم تصدق طال عمرك بيشوف اثرها دنيويا وكذلك في الاخره فلذلك اوصي نفسي واخواني بالصدقه ولا عاد بقي شيء ما بقي الا 9000 سهم انت شفت فاسال الله لي ولهم التوفيق والله يتقبل منا ومنهم صالح الاعمال امين رب العالمين جمهورنا ترى التبرع سهل مثل ما انتم عارفين ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين حنا نذكر دائما مرارا وتكرارا لين يكتبها الوقت اللي باذن الله يدوم حنا بننتقل من الدنيا الدار الاخره البرنامج بنتي اللي بيبقى من ذكرى طيبه للشباب كلهم ولي انا ان كملنا وقف معكم اللي بيبقى من ذكرى طيبه لكم انتم انه تقولون الحمد لله ان كنا مشاركين وكنا نتابع قناه بدايه وبفضل الله اكتمل هالوقف يا جمهور اللي تبرع الايام اللي راحت يتبرع الحين 9000 واحد منكم من اخواننا واخواتنا فرحونا وفرحوا الايتام قبلنا وفرحوا انفسكم برحمه الله لكم لان الراحمون يرحمهم الرحمن من لا يرحم لا يرحم ترى صدقتك هذه ربما الله يطلع على قلبك فيرى صدقك فيرحمك فتدخل الجنة يعني تقول على محمد رسول الله وتتصدق على يتيم تكون ورافع محمد رسول الجنة تركي شكل سريع والله بالله برنامجنا ما عاد إلا بنتي ما عاد بقى إلا 3 أسابيع بنتي وإنا متسابقين أنا وإخواني نبي نحط إن أثر طيب إن إذا الجمعية هذي تقفل أسرع وقت 9000 سهم اللي تابعنا الحين أكثر من 10000 250 من كل واحد نقفل ذا الوقف وفرق الدعم طلبتوهم ونخيتوهم من كان أنا شفت طلعت عليها كل فرقات الدعم سووا حملة يوم ذاك اليوم يوم قبل أعلن طلوع العيال ونطلبهم بعد ثاني مرة دامك جيتنا بذا الخبر وما عاد بقى له 9000 نطلب فرقات الدعم كل أبونا أنهم يسوون حملة الآن في تويتر يقفلون 9000 سهم ويا زينها اني اكون مشارك في اخر اي أيوة والله يا زينها يا حلوها يعني كثير من الناس تعرفون دائما يبحث عن الحكاك تعرف الحكاك في الاكل القدر ايش يسمونه انتم بعض الناس يسمونه حكاكه وبعض الناس يسمونه القرار يمكن لها اسماء مختلفه يمكن يا ابو عبد الله اي فاحنا احنا هذه اخرها يا حلوها يا زينها 9000 واحد خليك معهم وشوف اللذه انك تفرح وتفرح يمكن يا ابو عبد الله تكون البركه هذه الجمعيه لنا يا متسابقين بنجاحنا يا رب يا كريم يا رب ونكتمل الوقت باذن الله اني لاشفع في برايمات باقي ولا ما في برايمات لاشفع ان شاء الله شفاعه طيبه عند الاداره انهم يلغون البرايم القادم باذن الله يا جمهور باشفع ان شاء الله ان شاء الله يوافقون نكتمل الوقف اليوم ولا بكره ترى 9000 واحد 250 ريال يكتمل الوقف باذن الله نشفع البرايم ذا وان شاء الله البرايم الجاي بعد ابراهيم بيض الله وجهك والله ان شاء الله ما يردوني باذن الله انا راعي القد حات هم ما باذن الله باذن الله هذا قد حتم مني نكتمل الوقف باذن الله والشباب ما يردوني البرايم او برايمين الجايه انهم نفس قبل البرايم ها كنسل البرايم ان شاء الله ان شاء الله نكتمل الوقف خلال 24 ساعه او يومين خلوها ها يومين قبل البرايم الجاي قبل البرايم الجاي خلها قبل البرايم الجاي باذن الله ان يلا شباب سريع اول شيء اللهم لك الحمد على انقضاء 39000 سهم قلت 9000 ما استغرب لو جيت بكره ولا بعد بكره قلت ان الوقف انتهى لان تعرف انت بالنهايه دائما هذه لها لذة لحالها لان يكون عارف ان العدد باقي بسيط ولو شارك بمشاركه لو بمشاركه بسيطه ما راح تعدي يوم او يومين وتكتمل باذن الله اللي ما تنام عينه يا سلام يا سلام بيض الله وجهك ماجد سريع اقول يا ابو عبد الله اول تقول 8 مليون جمعوها في ساعتين عز الله ما هب طال عمرك باقي 9000 سهم هالحين ما هب صعبة على اذا جمعته 8 مليون في ساعتين طال عمرك 9000 سهم يلا بسيطه ان شاء الله باذن الحي القيوم باذن الحي يعني كم 9000 سهم تنو كم 250 ريال مليونين و250 الف يعني مليونين وربع شوفوا كيف احنا 9000 واحد 250 ريال نشارك عن والدينا السهم ب 500 ريال عن اسرتنا يا جماعه حتى الله يحفظنا من الحرائق والحوادث وعيالنا ايش فيهم من المرض
ب750 كبالة المتر المربع، يعني كانك تروح الجمعية تقول جماعة أبغى متر مربع ب2000 ريال بدفعها في الحساب. يا زينة ويا حلوة. طيب شباب سريع، لأن الشباب ضاغطيني جدا، ولأنه فيه إنسان جميل ورائع جدا ولطيف ينتظركم خلف ال جاهز محمد؟ طيب 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 تسمح لي بس باقي ثلاثة من الشباب خلني أخذهم سريع. في الله يبيض وجهك ويجمل حالك ويوسع عليك في رزقك، أخي وأختي ووالدتي ووالدي جزاكم الله خير الجزاء، وجعل ما قدمتموه في كف الرحمن يا رب، وما تبقى إلا اليسير بإذن الله، وبإذن الله أنه منقضي. واهني اللي وفقها الله سبحانه وتعالى لأعمال الخير، لا يكون همك أنك تقفل هذا الوقف. كل ما لقيت أو كل ما سمعت، سواء محتاج على انفراد سواء جمعية تنفق في وجوه البر، قدم وترك ما تقدم إلا لنفسك. الله يرفع قدرك. فيصل سريع. من أراد مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليسعى الآن، باقي خطوة أخيرة وكلنا نتمنى الشيء هذا. خطوة أخيرة 9001 باقي خطوة أخيرة 9001 250 ريال، وأنا أثق تمام الثقة إنها سهلة بإذن الواحد عليه. بإذن الله بإذن الله. أول شيء مساك الله بالخير. نوصلوا سريع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقوا ولو بشق تمر. مايكك لو سمحت. أعد مساك الله بالخير. أعد مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا أبو عبد الإله. مساك الله بالنور. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقوا ولو بشق تمرة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين بالجنة. يا سلام. من اللي ما يبي يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ كل النبي. غير كذا، حنا من بداية البرنامج تكلمنا عن الصدقة، تكلمنا عن حازم. زين أحسن. ولا شيء. سريع ما في وقت. أطلب من كل من اللي يتصدق يتابعنا إن يتصدقون، لما بقى شيء ينتهي الأسهم. والله يجزاك خير يا أبو عبد الله، وما أدري أنا وشوف. بيض الله وجهك. حاتم نختم معك. أقول في الختام أول شيء اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، إنك كنت أنت أبو عبد الله سبب إن شاء الله، وحنا سبب في اكتمال الوقف، وحنا الجمهور سبب، والجمهور أول، أنا بجي الجمهور راح حنا نكون إن شاء الله سبب في، لأن ما معنا جوالات ولا نقدر تبرع، وكنت تبرعنا، كنت تبرعت أنا وأخوياي، فكنا سبب في إرسال هذا الوقف للناس، وأن الجمهور هم بعد الله هم اللي تبرعوا وهم اللي قاموا بالوقف. من كان كم، والآن ما دخلنا بأرقام الأحد تقريبا، باقي تكون 9000 سهم، فالأرقام قليلة، وبإذن الله واثق أنا بإذن الله ما يمدي الجمعة الجاية تيجي إن شاء الله والوقف مكتمل بإذن الله، لأن هذا كله يصير وقف للأيتام، ومعك مرافق في دنياك وفي آخرتك وفي كل مكان بإذن الله. طيب اللهم صلي على رسول الله. تسعة آلاف متبرع، 9000 سهم من 250 ريال. يا جمهورنا الكريم نسعد ونفرح، والأيتام والمحتاجين واللي عندهم كربة والجمعية سيسعدون، وأنتم ستفرحون، لأني أعرف بأنه كل نسخة من عشرات النسخ في البرامج الماضية إذا اكتمل الوقف فرحة كبيرة جدا لكم أنتم، أقرأها من خلال تعليقاتكم في صفحات التواصل الاجتماعي. خلوا الفرحة جماعية لنا كلنا. 9001 منكم إخواني وأخواتي، وأيضا إحنا إن شاء الله مشاركين ومبادرين، من 250 ريال يكتمل هذا المشروع اللي يخص الأيتام، وبالحسبة ب500 ريال. كم يا شباب؟ 4500. واحد منكم من 500 ريال يكتمل الوقف الآن. 750 كم يا شباب؟ تقريبا 2750 أعتقد. 2750 واحد منكم من 750 ريال يكتمل الوقف. شوف كيف الموضوع سهل، والله انه سهل على من سهل الله عليه. وترى اذا انت صدقت ترى الله اختارك من بين 7 مليار و8 مليار في العالم، وقال ابي ارحمك، ابيك ترافق محمد صلى الله عليه وسلم، ابيك لك الخير، ابيك تدخل باب الجنه، انا احبك، ان الله يحب المتصدقين. فيا زينه ويا حلوه ان نفرح على الاخر مثل ما قال فيصل، يعني يا زين الاواخر نم في عمل الخير. بطاقات اهداء اهدوا لمن تحبون وتشاؤون، تواصل مع الجمعية، الجمعية رقم أسفل الشاشة، تواصل معهم، ارسل لما تتبرع ارسل الإيصال، صوره وارسل عليهم الواتساب، يعطونك بطاقة إهداء تسعد بها من تشاء، وتهادوا تحابوا أباءكم أمهاتكم لهم حق عليكم، من تحبون وتغنون اهدوهم، وكذلك يعطوكم وثيقة تأسيس. أبيكم تزعجون الجمعية، والإزعاج هذا زين، أبغى الجمعية يدقون يا ناصر يقولون يا ناصر الناس ما شاء الله آلاف الطلبات بطاقات الهداء، آلاف الطلبات لوثيقة التأسيس، آلاف التبرعات، وتسعة آلاف متبرع جونا اليوم من 250 ريال وكملوا هذا الوقف. يا رب فرحة، يا رب فرحة وسعادة للأيتام، يا رب فرحة وسعادة
للجمعية القائمين. يا رب فرحة وسعادة لهذه الوجوه الطيبة المحبة للخير. يا رب فرحة وسعادة لكم أنتم يلي تحبون عمل الخير. طيب حتى صقر والله شفت أثر عشان هذا الموضوع. الله يكتب أثر. طيب محمد عباس ذلك الرجل الشهم الجميل الرائع صاحب الصوت الندي والعذب صاحب المنتج الرائع والمميز اللي اسمه إيش؟ هشاب يداوي ويعالج يعني كثيرا من الأمراض. ومحمد عباس دائما يقول أنا أثق وأنا مجرب. هشاب منتج مميز جدا 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 للقولون وعلاجة وأمور أخرى. محمد عباس هلا والله مساء الخير. مرحبا بك يا أبو عبد كثير يا أبو عباس. الله يحييك أهلا وسهلا. نور الدنيا كلها إن شاء الله. إن شاء الله نفرح باكتمال وقف كلنا قريب وإن شاء الله مبيعات هشاب تزود. ما تمشي يا زول. تعال جاي مع الشباب أنت كمان. والله أنا مرتبط يا أبو. كلنا مرتبطين. شنو؟ لا ما أنت مرتبط. إحنا جايين كذا بس. ما أنت مرتبط. أنت الله على قيد الحياة. ما ودي أخربها. أقول بس تعال تعال. طب اسمع أبو عباس. قل لي. أنا ما أقدر صراحة أحضر معكم. إيوة. ليش؟ لكن ما ودي أقول ليش. لم بيني عداوة أنا وياك عشان كذا الكنترول حطونا تو ويندو. لا لا بلا. أبو عباس طالبك طلبة قلت له. أفا أبشر عيوني لك والله. أنا البارح هي كذا. الحين كذا عن بعد. أيوة أنا إيش؟ لا يا رجال أنا البارح. لا أنا الليلة يا غايب فوق صدري حزني ما أدري شوق من البارح وأنا أحس بملل والقلب في حيرة بغيت النوم قال النوم لا والله علي مرفوق ما ترقد لنيات الصبح وتغرد عصافيرا. ما شاء الله. تحية 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 أبو عباس. خلي يجون خلي الشباب يجون كلهم. المايك والكاميرا والجمهور والمتسابقين وأنا وكلنا حلو. نتابعك ومعك نتابعك. ها هي. لا ونجيك. لا ما نجيك. لا نجيك. ما أبغى أجيك. خلي الشباب يجوا عشان عندنا اليوم ايه عندنا زفة. الله 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 زفة كذا بجي تاون تراون تراون. يلا يلا ناس من الشباب. يلا وين بقيت الشباب؟ توكلنا على الله. وين بقيت الشباب؟ هلا بالشيخ حياك الله تركي شلونك؟ شو الاخبار؟ الحمد لله اني عرفتك. هلا ماجد كيف حالك؟ تركي وتركي وتركي وحسين. ايوه شابه. حيا الله الشباب. وين بقيت الشباب؟ الان جاي عشان احنا نمشي هناك نجي. هذا ماجد ما بعرفه. ماجد نادر ده. يا منيب الله يهديك يا منيب. لي معاهم 6 اسابيع. نعم ايش بك؟